بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاعنا عن تسليم أو تقديم التسوية السنوية نموذج 6 مرتبات على المنظومة القديمة. يعني معظم الناس كانت بتسألني على القصة دي، احنا كنا عملنا فيديو امبارح سريع كده قلنا فيه ايه اهم يعني الحاجات اللي المفروض تتعمل عشان نسلم التسوية. النهاردة ان شاء الله معانا مثال عملي هنطبقه، ومعانا بعض الملاحظات كده والتنبيهات الهامة يعني اللي نبهنا ليها الاستاذ احمد ايمن والاستاذ خالد جميل من مكتب اي اس ايجيبت، فبرضه هنحاول ان احنا نقولها سوا. طبعا اول حاجه هنخش على المنظومه القديمه اللي هي e-service.incometax.gov.eg، واول حاجه هنروح لها مرتبات، وهنروح لنموذج 6. ولو احنا عايزين نحمل النموذج زي ما انا شرحت في الفيديو امبارح، هنضغط هنا على تحميل نموذج 6 مرتبات لسنه 23، فنبص نلاقيه نزل في الداونلودز. طيب هنروح احنا في شيت فعلا عملنا لها داونلود وابتدينا نحط عليها البيانات، وهنقول الملاحظات على طول مباشره على هذا الملف. طبعا اول ما حضرتك هتخش هتلاقي ان في عندنا زي عمود كده جديد مكتوب فيه الفتره الضريبيه. اولا الثلاث تسويات خلاص هيترفعوا في شيت واحده، يعني الثلاث تسويات بتوع كسب العمل هيترفعوا في شيت واحد، لكن كل اللي هيختلف زي ما انتم شايفين كده ان في الفتره الضريبيه هنا هاجي اكتب 1 2 ده للفترة أو التسوية الثانية، 3 دي للتسوية رقم 3، فبالتالي الثلاثة هيترفعوا في نفس الإيه؟ في نفس الوقت، تمام؟ في نفس الإيه؟ الشيت ده على المنظومة القديمة مش على المنظومة الجديدة، المنظومة الجديدة ليها سيستم ثاني هنعمل له إن شاء الله فيديو منفصل. بعد كده مسلسل وأعتقد ده ما فيهوش حاجة، المعاملة الضريبية 1 اللي هي دايماً المعاملة الضريبية الخاصة بالعمالة الدائمة والمؤقتة، واغلب الناس المفروض بتبقى كده. طبعا برضو المعاملات دي احنا كنا استعرضناها انا وانتو لما رحنا على المنظومه نفسها، وقلنا لو احنا حابين نقدم مانيوال يدوي خلاص بيظهر هناك هذا او هذه المعاملات، وتختار من المعامله المناسبه ليك. طيب برضو بعد كده الكود بتاع الموظف والرقم التاميني، وطبعا في الرقم التاميني هنا لو ده مش مؤمن عليه، شخص مش مؤمن عليه، خلاص بنفضل ان احنا نسيبه من غير رقم تاميني لان المنظومه بقتش تقبل. يعني كنا بنحط صفار مثلا، لا اصبح ده واحد من الحاجات اللي نبهوني ليها كويس ان الرقم التاميني دلوقتي ما ينفعش تحطه صفر، سيبه فاضي وهيقبل عادي. الرقم القومي نفس الكلام، مش هينفع يبقى فيه رقم قومي متكرر ولا رقم قومي غلط، لكن برضه بتقبل المنظومه القديمه ان انت تحط من غير رقم قومي في بعض الاحيان. طيب بعد كده رقم جواز السفر طبعا صفر او فاضي ما فيش مشكله. بعد كده اسماء الموظفين والوظيفة، وزي ما احنا شايفين كده مدة العمل هنا طبعا في الجزء الاولاني الخاص بالتسوية الاولى احنا 6 شهور خلاص، وبعد كده او مثلا او اقل طبعا واحد قاعد 5 شهور خلاص مفيش مشكلة. بعد كده في التسوية الثانية 4 او اقل، بعد كده في التسوية الثالثة طبعا 2 شهر، لان احنا زي ما اتفقنا قبل كده التسوية الاولى هي من 1 لـ6، من شهر 1 لغاية شهر 6، بعد كده من شهر 7 لغاية اكتوبر، وبعدين نوفمبر وديسمبر. بعد كده الارقام بقى كلها اعتقد الناس كلها ابتدت تحفظ المرتب الاساسي، تمام؟ وطبعا زي ما انت واخد بالك هنا المرتب ده يا جماعه اللي احنا حاطينه ده خلاص هو الاجمالي بتاع الـ6 شهور او الاجمالي بتاع الـ4 شهور او الاجمالي بتاع الـ2 شهر، فناخد بالنا مش بنحط الشهري، تمام؟ طيب بعد كده بقى في علاوات هنحطها، في واخد بالك منح، في مبالغ معفاه كويس. عندي هنا مثلا الاجمالي زي ما انت شايف 75 مثلا للموظف الاول، وهو كان الاجمالي اللي احنا حاطينه. لو في طبعا اجمالي الاستحقاقات تمام، الاعفاء الشخصي طبعا ناخد بالنا بقى من حته الاعفاءات، اول 6 شهور كان عندنا الاعفاء 9000 جنيه فخدنا 450 عشان دول 6 شهور، تمام؟ 9000 فخدنا 4500 ماشي. في الفتره اللي بعد كده كان الاعفاء ايه؟ اتغير كويس، فبرضه ناخد بالنا من الاعفاء اللي ايه؟ اللي اتغير في الفتره الثالثه التسويه الثالثه. طيب فزي ما احنا قلنا خلاص في الفترة الأولانية كان الإعفاء الشخصي 9000 جنيه، فاحنا هنا عشان 6 شهور خدنا 4500، بعد كده ارتفع ل 15000، فضل في التسويتين اللي بعد كده 15000، لكن اللي اتغير هي الشريحة الأولى الصفرية، تمام؟ اللي ارتفعت من كان من 1 ل 21 خلاص، وبعد كده بقت من 1 ل 30 ماشي؟ طيب وبرضه هننسبها حسب الإيه؟ حسب ال النسبة طبعا بتاعت المدة، يعني 6 على 12 ده نص مثلا، في 4 على 12 وفي 2 على 12، ونقدر ان احنا
برضو نحسبها بنفس الكلام. حصة العمل في التأمينات طبعا مفترض برضو هنا إجمالية للست شهور والأربع شهور والشهرين، مفترض إن بيبقى 11% من الأجر التأميني، تمام؟ فبرضو دي لازم ناخد بالنا منها. طبعا هنا بيتجمع إجمالي الإعفاءات، صافي الإيراد طبعا اللي هو الاستحقاقات ناقص الإيه الإعفاءات وكده، واخد بالك؟ وبيطلع بعد كده وعاء الفترة، الوعاء السنوي طبعا بنقلبه سنوي، بنحسب الضريبة. المعادلة هنحطها لكم في الشيت وهنرفعها تاني بالنسبة للتلات، يعني هنحط لكم واحدة فاضية ونحط لكم فيها المعادلة. بس خلي بالك وانت بترفع هتسايف سي اس بي، طبعا مش هتروح بالمعادلة زي ما انت اكيد واخد بالك. برضو من ضمن الحاجات اللي نبهني ليها الاستاذ خالد بيقول لي الاسماء، لو عندك اسم مركب مثلا ابو بكر عبد الله، ما تسيبش فراغات ما بين الاثنين كويس عشان يظهر الايه، تظهر الحاجه مظبوط والسيستم يقبلها. بعد كده هتطلع الضريبه طبعا المستحقه السنويه، هبتدي ان انا انسبها مره اخرى كويس بالنسبه، يعني هنا بس طلع السنويه 18000، طبعا هنا 6 شهور يعني النص، فالضريبه المستحقه هتشوف والمستقطعه هتشوف حضرتك سددت كامله ومسدد المبلغ خلاص هيطلع الفروق بالصفر. طيب مساهمه صندوق تكريم اسر الشهداء، طبعا دي زي ما انتم لو تفتكروا كنا بنحسبها واخد بالك ب 2.5 على 10000، 2.5 على ال 1000 واخد بال حضرتك، في اجمالي المرتب مش الصافي، واظن احنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده السنه اللي فاتت ونبهنا ان ده من الاجمالي وليس من الصافي، تمام؟ برضو هنشوف المسدد ايه، هيطلع بعد كده الفروق اسم الجهه، وبالتالي يبقى حضرتك عملت التسويه كامله. طيب هنروح على الموقع بقى، وخلي بالك ان انا عندي هنا الموقع ده يعني او الشركه دي ليها يعني كيس غريبه شويه، فانت طبعا مش هو ده اللي هيظهر لك، انا هنا فاتح مرتبات واجور فقط خلاص، ودخلت اخترت نموذج 6 ودوست على نموذج 6 مرتبات زي ما انت شفت، انما حضرتك هيبقى ظاهر لك طبعا الدخل والتصرفات والقيمه المضافه لو عندك وهكذا. طيب هنيجي هنا هنختار شهر الفتره 2023، وهنا طبعا الارشادات اللي انا كنت اتكلمت عليها في الفيديو السابق خلاص، وهنا بيقول يتم تقديم الثلاث فترات زي ما احنا اتفقنا بنفس الايه النموذج، وخلي بالك ان مفيش ولا اقرار معدل ولا مكمل طبقا للقانون. طيب هنيجي نعمل هنا تحميل للبيانات، وهنا طبعا احنا شرحنا امبارح ادخال البيانات يدوي في الفيديو اللي فات تقدر ترجع له، وهنا هنحمل بيانات من الفايل، هنيجي هنا نعمل تشوز فايل ونختار الفايل. بس خلي بالك بقى احنا نسينا حته مهمه قوي عايزين نقولها، لما نيجي للفايل هنا ما تنساش ان انت هتيجي تسيفه، هتعمل سيف از از، لكن هنسيف سي اس في كوما دي ليميتد، تمام؟ و هنروح نرفع بعد كده، بيقول لي اوريدي موجود، هنعمله مره ثانيه، وبعدين هنروح المنظومه هنفتح تشوز فايل من هنا زي ما احنا شرحنا، وناخد الفايل دوت ونعمل اضافه، تمام؟ وبعدين هيبتدي بقى يظهر لي، طبعا انا مش هعمل اضافه مره ثانيه، ولكن هيبتدي انا عملت اوريدي القصه دي قبل كده، فظهر لي زي ما انتم شايفين كل البيانات سليمه ما فيهاش اي مشاكل. طيب بعد كده هنعمل استمرار، هيظهر لي هنا بقى بيانات طبعا الشركه، بعد كده هيبان لي السنه بتاع التسويه، عدد العاملين قد ايه، اجمالي الاستحقاق العام، الاستقطاعات اللي هو الاجماليات اللي احنا رفعناها على الاكسل خلاص، سواء بقى لعماله اصليه، طبعا لو في عماله اخرى نموذج 3 ما فيش مشكله، وهيطلع لي هنا اجمالي الضريبه المستقطعه واجمالي الضريبه المسدده والفروق الواجب. انا ليا هنا 25 قرش، ممكن حضرتك تعمل حفظ مؤقت او ممكن تعمل معاينه لو انت عايز تشوف النموذج. فتحنا الفايل عشان المعاينه زي ما انتم شايفين كده، نموذج 6 تسويات، وفي بقى سنه التسويه واجمالي العاملين والاستقطاعات والوعاء، واخد بال حضرتك كل نفس البيانات اللي احنا قدمناها هناك على الموقع. بعد كده بنعمل ارسال، بس تاكد لو سمحت قبل ما تعمل ارسال كويس قوي ان ارقامك سليمه، تاكد ان كل حاجه مظبوطه. لو طلع لك اخطاء هنعيد تاني بسرعه، قلنا خلي بالكم في الحته بتاعه الرقم القومي، لو الرقم القومي غلط مش هينفع، ممكن المنظومه بتقبل من غير الرقم القومي. كمان الاسماء المركبه ناخد بالنا منها، مفيش فواصل مفيش اي حاجه، لازم كمان ناخد بالنا من الرقم التاميني، لو الراجل مش مؤمن عليه مش هنحط في الرقم التأميني أي حاجة، هنسيبه فاضي مش هنحط زيرو، وبالتالي برضو كمان في القيم بتاعة التأمينات مش هنحط حاجة خالص، تمام؟ يعني دي أهم أو أكتر الحاجات اللي قابلتنا خلاص خلال عمل التسوية.
طبعا ان شاء الله التسويه على المنظومه الجديده بالكتير النهارده او بكره ان شاء الله هنعملها ونرفعها لكم برضو. خلاص طبعا بنشكر تاني الاستاذ احمد ايمن الاستاذ خالد جميل على التيبس اللي هم ادوها لنا ديت عشان نقدر نعمل الفيديو، وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.